هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليومي صباح الوطنية. برنامج صباح الوطنية اليوم نتكلم عن موضوع مهم وهو ما قد تطرقنا له ولا قد ناقشناه، وهو موضوع عن الجاليات في الخارج وخاصة الجاليات اللي في الخليج العربي وخاصة الجالية الموريتانية اللي في السعودية. وضيف هذه الحلقة هو رجل أعمال اللي هو الاسم عفوا محمد سامر عبد الرحمن، وهو رجل أعمال ورمز من رموز الجالية الموريتانية في الوطن العربي وخاصة السعودية. أهلا بك ضيفي الكريم. مرحبا بك وسهلا. مرحبا. ومعي في التقديم كالعادة صفية السماني. أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الوطنية، إن شاء الله هذه الحلقة تنال إعجابكم إن شاء الله. وهو اللي أهلا بك ضيفي الكريم. أهلا وسهلا. نورت البرنامج أول مرة. بنورك مضايح. الله يسلمك. متشكر ومسرور جدا بلقائنا على الوطنية. شكرا. وإن شاء الله نعطيكم أسئلتكم، إن شاء الله ترى تلقى منا الأجوبة الكاملة. موضوع مهم عندنا جدا، وانتظروا من أمة أيضا جاليتنا في خارج هذه المواضيع كل اللي نناقشه الآن إن شاء الله. ضيفي كي يبغيك توصف الحال الجالية الموريتانية في السعودية. حالة الجالية الموريتانية في السعودية هي جالية كبيرة وجالية متنوعة، عندها تنوع جميل جدا. طبعا أغلب شن الناس اللي جاي ذات بيت الله الحرام مهاجرين. وطرأت لنا السنوات الأخيرة أيضا جالية تعمل في جميع المجالات، منها مهندسين ودكاترة ومدرسين، وفيها تنوع متكامل مثل الجاليات الأخرى. تمتاز عن الجاليات الأخرى أن جالية فيها جزء كبير منها ضعيف، خاصة النساء وكهول وأطفال، فهي جالية كبيرة تتجاوز 30,000 شخص تقريبا الآن، ولكنها مميزة أيضا بثقافتها وعلمها. الحمد لله. الله يصورك شوي، ما هي المشاكل اللي تعاني منها الجالية؟ أهم المشاكل مثلا كي أوراق الحائل المدني وجواز السفر ولا شيء؟ هي قاعدة ما عندها الحمد لله مشاكل، لأنه يعني قد تكون هناك بعض المعوقات شوية للجالية تختار أنها تعود، مثل تقريب الإدارة منها. حتى عندنا الحائل المدني مثلا تقع في مبنى القنصلية بجدة، وأغلب الجالية طبعا كما تعلمون في مكة والمدينة، أي جالية بالذات في المدينة المنورة أو مكة، فدائما جاليتنا يعني ينتقلوا من المدينة أو مكة لياك يعدلوا هذه الحالة المدنية، سواء كانت من بطاقة تأبئة أو اسم بطاقة وطنية أو جوازات سفر. فعلى العموم احنا طالبنا ومازلنا نطالب إن شاء الله عن الإدارة تقرب لهم شوية، تعود في مكتب هو اسم القنصلية هناك في المدينة المنورة، يعود قد يعدل هذه الوثائق بدل ما تتنقل الناس الكبار في السن وشيء ذكي تشغل جدا، أو على الأقل تعود فيها زيارة مثلا في الأسبوع أو زيارة في كل أسبوعين. وهذا مطلب طبعا مطالب الجالية لتقريب هذه الخدمات منها، لأن زي ما ذكرت أنها ما هي مثل الجاليات الأخرى اللي موجودة في العالم الأخرى، هي فيها الكهول والناس الكبار، يعني جالية فيها الناس ياسر كبيرة السن وقديمة من 70 سنة 80 سنة 90 سنة موجودها، وفيهم اللي أيضا الأطفال والنساء، يغلب الجزء الكبير منها نساء وأطفال. شو ما سلم مع التدريس فهم الأطفال بسم حالة درسهم تعليم لا الحمد لله التعليم ما في مشكلة. نحن الموريتاني ما يعني دائما يمشي بتقاليد وطبيعته في هو اسمه، نبدو فيهم طبعا هو اسمه نقم كولهم تبدأ أمالي أيضا في القراءة البداية لقراءة القرآن. عفوا شوي، فماتيها أشخاص مولي درسوا تلاميذ أشخاص من الجالية الموريتانية في المرحلة الأولى؟ نعم، في أشخاص من الجالية الموريتانية. كيف تقرأت اللوحة؟ هذه موجودة عندنا بالكثرة، وقل ما يتجبر قاعد دار بعد شخص. أنا شخصيا عندي مدرس جايبه عندي في الدار، جايبه من موريتانيا درس للأطفال حتى في جميع المراحل بالذات القرآن وشذكيته الحمد لله. وبعد ذلك من مدارس من السعودية مفتوحة لهم إلى قاية الثانوي بعد ما ياخذ واحد منهم الشهاده الثانويه. الحمد لله. لي تسمح لي ضيفي الكريم نقبض مكالمه نعود ونرجع ان شاء الله لبقيه الحديث. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد برنامج صباح الوطنيه مباشره على قناه الوطنيه. وموضوع الحلقه اليوم هو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
الو الو السلام عليكم اخ المشاهد تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو تفضل اخ المشاهد الاسم الكريم. اقلب تصوني ما شاء الله علينا تبارك الله. تفضل اخي الكريم. محمد لمين. معك محمد لمين. مرحبا بك محمد لمين. محمد لمين تابعت الحلقه وشفت الموضوع اللي نناقشه. محمد لمين. معك محمد لمين. مرحبا بك محمد لمين. محمد لمين تابعت الحلقه وشفت الموضوع اللي نناقشه. الو الو تفضل محمد لمين لهذا المداخله تفضل. الو محمد لمين يبدو انه ما هو جاهز لقضى مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. نرجو ان شاء الله عن المشاهدين الكرام اللي هنا يتصل كامل يعود جاهز للاتصال ويشاركنا في الموضوع اللي نناقشه اليوم. الو السلام عليكم ورحمة الله. الو السلام عليكم ورحمة الله. الو مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. الو الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم اختي تفضلي. عليكم السلام. مرحبا ما شاء الله تبارك الله بخير الحمد لله. شحالك انت ياك لاباس عليك. الو الو تفضلي اسم الكريم. بخير ما شاء الله علينا تبارك الله بخير الحمد لله. ايش كيف صباحك شمواسية؟ الاسم الكريم محجوبة. مرحبا بك وسهلا محجوبة تفضلي لعت عندك مداخلة في الموضوع. لا نقول لكم شوف بعد البرنامج ان شاء الله اكثر من رائع ان شاء الله. شكرا لك الله يحييك. شكرا الحمد لله اللي جبرتينا الحمد لله على السلامة. شكرا لك محجوبة. شكرا شكرا لك محجوبة على هذه المداخلة. ما شاء الله شكرا لك شكرا لك. مرحبتي بك وسهلتي مرحبا صافية. نرجع للموضوع ريثما يجهزوا المكالمات. شنو هي وضعية الجالية يعني من خلال السكن وظروف السكن والعمل الحمد لله مثل ما قلت لك الناس تختلف مثل اختلافنا هنا عندنا في البلد. في ناس الحمد لله امورها زينه وممتازه ناس اللي تشتغل وفي الجاليه اللي مثل ما قلت لك عنها ضعيفه شوي طبعا ظروف وسط جدا لكنها عايشه والسكن سكن بالذات في المدينه المنوره ما هو غالي حتى ويسكن عليها شعور مو غالي في السكن في المدينه المنوره يعني في احياء شعبيه يعني في احياء عاديه مثلا تعود ما تعود ما هي غاليه حتى وساكن فيها بعض الناس وهي جاليه في العموم ماديا ما هي قويه لكن فيها البركه وجاليه علم وجاليه ورع ناس جايه ماتيها جايه مثل ما قلت مجاورة جاية تدور مكة والمدينة بالتالي هدفها ما هو هدف المال أو أغلبها على الأقل ما عدا نحن هذول اللي جينا معنا كثير يعني. أنت تقريبا كم لك فم في السعودية؟ أنا لي أكثر من 20 سنة الحمد لله معناها أنك لكن أنا بدأت من رحلة عمل. قول لي من رأيك كان فم الشباب من رأيك كان فم الشباب عاطل عن العمل؟ أكيد أكيد هو على العموم نظام السعودية ونظام الخليج بالذات هو نظام ما يتحمل البطالة يعني كل شخص جاي المفروض يعود جاي بعمل. ولكن في مواليد هماتية اللي هم وهذه المواليد طبعا ما يفرض عليها العمل لأن في فترة الدراسة المفروض أنها بعد الدراسة تتحول مباشرة من إلى سوق العمل. إلى سوق العمل. نشترك معنا مكالمة. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
الو السلام عليكم. الو شلونكم؟ ما شاء الله تبارك الله. عليكم السلام. تفضل اخي الكريم. شكرا بس. ما شاء الله تبارك الله، لسه منين متصل؟ سيدي محمد تفضل معك. مرحبا بك سيدي محمد، تفضل عندك مداخلة يا تقول للضيف. موضوع الحلقة شنو؟ موضوع الحلقة اليوم نتكلم عن حال جاليتنا نحن الموريتانية في السعودية، والله في المغرب العربي، في الخليج العربي عفوا. والضيف المستضافين عايد مقترب كان باش. اها الضيف رجل اعمال ومن جالية الموريتانية في السعودية. اللي عندك سؤال تفضل به. شكرا مرحبتي بك وسهرتي. مرحبا سيدي محمد، يبدو ان ما عنده ضيف، ما عنده السؤال. شاركونا احنا، تفضلي سميره العادل. الضيف الكريم له سولك شوي عن نسبه النساء شنو هي في السعوديه، الشابات اللي يشتغلوا فيهم، شنو الوظائف اللي يشتغلوا فيها، العلاف بالنسبه للنساء. طبعا رعد الله تاجرات، نعرف عن رعد الله تاجرات، والله يمارسوا بعد العمل التجاري. لا على العموم السعوديه بالذات صوب النساء فيها مال كبير، يعني ماشيت فيها بعض الموريتانيات بيمارس فيها الاعمال للاعمال التجاريه، التجاره الخفيفه، او ايضا بعض النساء اللي ساعدوا الحجاج في تقديم التغذيه للحجاج الموريتانيين بالذات وخدمات الحجاج. طبعا في نصف مهمات يقوم بهذه الخدمات. اما في الدول الاخرى مثل دول الخليج في ايضا عندنا امراه كانت وزيره ايضا في منظمه العالم الاسلامي في جده، ولاول مره تعود في امراه موريتانيه في منظمه العالم الاسلامي في جده، وعندها اداره كبيره جدا هي مديره هذه الاداره. في بعض النساء الاخرى على مستوى الخليج في وحدات في الامارات العربيه المتحده سواء كان مدرسه، في وحده في عمان ايضا دكتوره سلطنه عمان. يعني في بعض النساء المختلفه في داخل الجاليه في الوطن العربي بصفه عامه. الحمد لله هذا هو اللي يميزه. الحمد لله صافي. نرجع لصفحة البرنامج شنو فيها الأسئلة اللي جاوهم. هون عندك شخصية بارزة، برنامج صباح الوطنية برنامج ناجح ويناقش دائما المواضيع الهامة، ولا شك أنه من أروع وأجمل برامج محلية. وعموما أشكركم وأشكر كل القائمين عليه والمنتجين والفنيين، وأخص بالشكر التام أنتم على تقديمكم المتميز والرائع، وأتمنى لكم دوما التوفيق والنجاح، وأشكر ضيفكم. عندك هون أمينة تومت محمد المختار، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم، أشكره على الاهتمام بالجالية الموريتانية في الخليج. ولدي سؤال، ما هي أهم المشاكل التي تعاني منها الجالية الموريتانية في الخليج، وكيف كان تعاطي الحالة المدنية معكم في الجواز السفر وذوك الأمور؟ هذا فتنا تطرقنا عليه. صح. من دراسة الصيف تقدر نزيدوا شوي. تفضل. طبعا احنا طالبنا يعني مثل ما قلت لك الحاله المدنيه تقريبا كما ذكرنا. عندنا ايضا موضوع الجوازات عليهم، الجوازات عليهم رسوم كبيره جدا. فطالبنا هم اللي نحن ايضا السلطات نعرف ان شاء الله تدرس الوضع، وقد طالبناها السنه الماضيه ايضا ما زلنا نطالب بلدنا انه الناس اللي الاطفال بالذات اللي تحت 18 سنه يعفون من رسومات الجوازات. كيف ذكر الرسومات شنو؟ يعني في جواز تقريبا السفر نبدا من رسومات الجوازات هذه ما اعرف كم مقابل بلوغيه، لكن هو 300 ريال و 400 ريال. طبعا تجبر العائله اللي عندها 9 افراد ولا 10 من الاطفال، لانه بالتالي تجمع هذه الرسومات وهي عائله تعود ضعيفه ثقيله عليها شوي سلبيه، بالاضافه الى رسومات الاقامه. يعني يابتنا احنا مثل لانه بالعاده انه اللي يقرب من 18 سنه ما هو انسان منتج. فانت داخل موريتانيا يعني ما هو مطالب بحمل جواز. فلذلك العائله ما هي هون ما يزاقل شيء بموضوع الجواز. لكن احنا هوك مطالبين بالجواز نتيجه اجراءات الاقامه. فطالبنا مثل ما طالبوا بعض الجاليه تتمنى ان السلطات عنها تخفف عنها يعني ب الحالة المدنية مع وزارة المالية مع البرلمان أو الجهات المحلية أنهم يعفون الناس اللي أقل من 18 سنة من رسومات هذه الجوازات. زين، من رأيك كان السفارة مباشرتكم؟
والله ما مباشرة تجبروها يوم تجبروها تحل لكم مشاكلكم ولا شيء؟ نحن أقرب لنا شيء هو القنصل يدي جد طبعا عن السفارة في الرياض وقائمة بأعمالها أدوارها السياسية الكبيرة اللي هي منوطة بها والحمد لله العلاقات جدا من داخل المملكة العربية السعودية ووسط موريتانيا علاقات مميزة للصعيدين السياسي وأيضا على الشعبي يعني فيه يعني تناسق كبير مع الشناقطة تركم مجد كبير في السعودية وكذلك أيضا دول الخليج بوسمة عندهم تعامل مباشر مع القنصلية وفعلا القنصلية الناس اللي يشتغلوا فيها ناس مميزة يعني تجاوب سريع ولديهم اتصال مباشر عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مع الجالية وآراءها وبوسمة وانتم مزلتم مطالبين بتخفض عنكم الرسوم اللي على جواز السفر. نعم الجالية يعني تتمنى وهذا مطلب طبعا عندها أو عنها رسومات الأطفال بالذات اللي أقل من 18 سنة تود مجانا. تود مجانا. وأنا بعد من خلال منبركم هم مطالب السلطات أنها تجبر صيغة هي طبعا نبدأ من صيغة قانونية مع طريق البرلمان والتعاون مع وزارة المالية والحالة المدنية يعني يجعل الشخص اللي أقل من 18 سنة وفي العادة عنه طالب. يعني تعود رسومات مجانا يعني تعود جواز مجانا ياك تعود العائله اللي عندها من اشخاص ولا 9 ولا 10 ما تعود عندها نفقات كبيره يكفي من النفقات اللي يبغى يقام وفي العاده مثل ما قلت لك يعني السعوديه جاليه ضعيفه يعني ما هي منتجه اغلبها ما نقول كلها لكن اغلبها زين من درا لهنا نطرح لك هذا السؤال من درا كان نفس المشاكل تعانون في السعوديه يعانون منها جيرانكم الخليج كيف الامارات طبعا هي كيف هي البحرين وكيف قطر بما ان اليوم تكلموا عن الخليج العربي لا هو طبعا هي نفس 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 الحاجات هذه لكنه جاليه الامارات وجاليه اللي في قطر والحاجات جاليه اكثر اكثر قوه اقتصاديه من جاليتنا في السعوديه لانه اغلبهم نخبه تقريبا من 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 الجاليه اما مهندسين ولا مدراء ولا يعني عماله مميزه حتى الشباب نتاعهم أيضا أغلبهم شباب ما في نسبة أطفال كثير لكن نفس المطلب أيضا نحن نطالب به لجامعات أخرى إحنا قاعد نطالب به لأقل من 18 سنة سواء كان داخل أو الخارج زين زين صافية حاول تشتكي معنا المشاهد ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام مرحبا بك وسهلتي تفضلي أنا سامعتك تفضلي أنت على الهواء مباشرة اسمك كريم أنا سامعتك أي متابعة لبرنامج يقربك واستقبلتوها خلا عنا شينا عندنا ما شاء الله متابعة الحمد لله رانا استقبلنا شينا دا عندي أنا تفضل يا حبيبي دوكم تستضافونا شي زمان شوي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مرحبتي بيك وسهرتي عليكم ونور يا زعب افضل نشي مرحبا بك سهل مرحبا وسهل مرحبا بك وسهل نقبلك بكلمة اخرى فني علي مشكلة مع الصباح هو صباح الوطني مرحبا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ألو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي الكريم صباح الله صبيح حياك الله الله يحييك شكرا تحية الأخت المتواجدة معك سميرة وسيكم شكرا شكرا الله يحييك شوفي راني نحييكم انا ناخذ موضوع منو في مداخلات عندي في مجموعه من جديده ما سمعت وصلت لك وصلت لك تفضل اخي المشاهد انت متصل مني صغير انا متصل من هون من الواقع وقت انا عندي مجموعه كبيره من الاسئله على الاخر طيب تفضل مع ملاحظات شويه على كثير متفكر يعني ما يفكر برني سمع الصوت جيد تفضل جديد استاذ جديد مني شوي بالسيف سامعكم انا نحاول نسمعكم عن طريق الهاتف اذا عشان تبدوا تحاولوا تسمعوني الصوت معايا احنا سامعينك راح اتكلم
تفضل. ألو مشاهد، ها وصلت ولا؟ يبدو المشاهد ما تلا معانا. مشاهد متصل من خارج المنطقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شحالكم يا جخير؟ ما شاء الله وتبارك الله، شحالكم انتم ياك لباس؟ ما شاء الله تبارك الله. مرحبتي وسهلتي. تفضلي لاسمك. ما شاء الله، أنا شاكرتكم على البرنامج. شكرا. معكم منى. مرحبا بك منى، مرحبتي. عندك اسئله ترحمها للضيف والله ما؟ ما عندي اسئله، شاكرتكم على البرنامج. شكرا الله يجازيك، مرحبتي وسهرتي. مرحبا. شكرا. مرحبا. شكرا. مرحبا وسهره. سميرة لي ترجعي الموضوع. طرحت لك سؤال، اسمح لنا قبل المكالمة، طرحت لك سؤال عن الجاليات الموريتانية اللي في الخليج العربي، كيف الإمارات وكيف قطر، ودرك الصلاة هي نتكلموا عن نسبة الجالية الموريتانية في السعودية. من دراي كانها ساكنة لا في بلد واحد والله في الرياض والله في كيف ما قلت كيف ما كنتم قائمين في الدمام، والله بقيت تكلم لي عن نسبة الجالية الموريتانية. من دراي كانها تنزاد سنويا والله شهريا والله في النقصان. لا لا، هي الجالية الموريتانية جالية السعودية اللي يميزها عن جاليات أخرى أنها دائما جالية في ازدياد. الحمد لله. لأنها أغلب الناس مثل ما قلت لك مجاور. بالإضافة الحمد لله فيها أيضا سوق عمل الحين فتح ما بينه وبين السعودية وقبل في استيراد العمالة، سواء كانت العمالة المنزلية من السائقين وشي كيفته، وأيضا مدرسين من أساتذة الجامعات، وتتوزع هذه الجالية في عدة مدن. من أهم المدن، من أكبر جالية موجودة عندنا هي في المدينة المنورة، جالية كبيرة طبعا موجودة في المدينة المنورة. نسبتها ما تعرف كم نسبتها حوالي كم؟ على العموم الدور تعود يعني نسبة 60% تقريبا أو 65%. الحمد لله. نعم. يعني تجي المرحلة الأخرى اللي هي جاليتنا في المدينة في مكة المكرمة. أيضا الدور تعود نسبتها 25% أو شيء. الباقي متوزع ما بين جدة والرياض وبعض المناطق الأخرى، أما المنطقة الشرقية اللي أنا أسكنها ورجل أعمال فيها وهي الدمام فالجالية فيها قليلة، يعني جالية مرئية أيضا مميزة ما بين مهندس ومدرس و يعني ورجال أعمال. زين دحين جاتكم مداخلة على برنامج، عندك هون الدكتور الشيخ البتار. صباح الخير. صباح الوطنية، تحية لكم ولضيفكم، تحية لكل مغترب عن وطني، بالرغم أن من تحفظي على تخصيص الجالية بعينها في التدوينة تتعلق ببرنامج يشاهد الجميع، ومع ذلك أعذركم الآن، الضيف من الجالية السعودية لا يوجد مغترب راض عن قربته، ولكن كما يقال مكره أخاك لا بطل، فالغربة هي نوع من التعذيب النفسي لكن بطريقة هي أقرب للقبول من الرفض، لأن الواحد يكون يعاني من أهم الصعوبتين وهما بعد الأهل، حيث يعاني الواحد بسبب تضارب حاجاته المادية مع حاجاته النفسية، والصعوبة الثانية هي عدم الأمان الوظيفي، حيث أن الواحد في أي وقت يمكن أن تنقلب حياته رأسا على عقب، وإذا ما فقد تلك الوظيفة. وذلك نصيحتي لكل مواطن أن لا يفكروا في الاقتراب، وخاصة منهم لم يتحملوا بعد المسؤوليات الأسرة، وأن يحاولوا تكييف أوضاعهم في وطنهم. وشكرا لكما ولضيفكما مع تحية. شكرا للدكتور الشيخ البتار. شنو تعقبك على هذا؟ هو قال عن الغربة عنها عذاب نفسي، عنها تتضارب مع حاجات. المهم هي هو ما في انسان لا يتقرب الا عنده دوافع معينه. هذه بغض النظر عن صح، ولا شك ان ما في بديل للوطن، يعني ما في انسان قطعا لا يجبر تمنك اكثر من وطنه. من وطنه مهما كانت الظروف اللي يعيش. ويعني انا لدي يعني نقدر نضرب مثل في نفسي في قضيه الرفاهيه اللي نعيشها خارج موريتانيا، ورغم ذلك نشعر بغربه ونحس اني
أكثر تمانكتي هنا في بلادية موريتانيا وبين أهلي وبين أقربائي وأحبائي. صح. فهذا فعلا يعني أمر طبيعي ما يعني، لكن أيضا ننظرها أيضا في نوع من الإيجابية، أنك أيضا تتقربي تحصل على علم، تحصل على مال، تنفع به بلدك، تنفع به مجتمعك، خبرة معينة. فنحن أغلب أطرنا مثلا تقربوا في الدراسة أو في عمل أو مهنة أو شيء، هي أيضا ما هو كده سلبي، لكن فعلا لا شك كان على النفس تكون صعبة شوي مهما كان، مهما كانت صيغة معيشة الإنسان. دائما القربة صعبة دائما، وفي واحدين هم اللي قاعد يمشوا هاش ولا ثلاثة ورجعوا الوطن نظر اللي أنت عنهم لتواقطهم الله. لا فعلا فعلا هو فيه فيه في بعض الأحيان ظروف تكون أقوى من الشخص نفسه. قد يكون تغرب وفشل في الغربة أيضا، يعني ما عاش يقدر يرجع، يعني ما هو قادر يرجع، لأنه أيضا أسباب الغربة ما باقي، أنا ما زالت باقي، يعني ما فاتغير شيء في وضعه اللي أصلا تغرب من أجله، لأن هي دائما الغربة تغيير واقع إلى واقع أحسن، قاعد ماشي من واقع معين، سواء كان لطلب العلم أو سواء كان لطلب المال، لأن هي تنقسم إلى قسمين، إما طلب علم وإما طلب مال. بالتالي في وقع ما في وضعية يريد تحسينها أكثر أو غير راضي عنها، بالتالي عندما عند يعود ما يقدر يحقق هذه الرغبة ولا شيء، ودائما ما هو قاد. وهي عندنا أصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض البلدان الأخرى، وحتى عندنا في الخليج غربتهم أكثر من 30 سنة 40 سنة ما هم قادرين يرجعوا البلد. لكن نفس لكن أنا ما أرى أنها يجب أنها يجب أنهم يفكروا شوي أن البلد مهما كان يهتم عزيز، والإنسان يقدر يفشل وينجح مريضا يرجع البلد إن شاء الله. مشكلة عنها قاعد هجرة الأدمغة هي اللي ياسرة للزمن هي طبعا طبعا. شو رأيك فيها؟ هو زي ما مثل ما ذكرنا هو البحث عن أفضل، يعني بعض الأدمغة عندما يجي البلد وما يلقى، يعني هو تغرب ودرس فترات طويلة وكبيرة يلقى نفسه يعني نفس مجاله ما بلد وما هو عاطي اهتمام هذا المجال اللي هو تعامل من أجل وتخرج، ما وجد نفسه في بلده أو أيضا الظروف الاقتصادية ما تسمح له أن يعيش معيشة كريمة داخل بلده، وبالتالي يغترب دور وطني أفضل. ولكن المريض لا تعتبر سلبية، لأنه يأخذ مريضا خبرة أخرى في النهاية، إذا رجع البلد يجد يستفيد من هذا البلد. لا تسمح لي ضيف الكريم وتسمح لي مشاهدي الكرام نبغو فاصل نعود لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الوطنية بعد هذا الفاصل، وعدنا لكم إن شاء الله. ضيف الكريم نرجع شوي للتعليم، التعليم ما بعد الثانوية. فعلا نحن كجالية في الوطن العربي عندنا مطالب في قضية أبنائنا ما بعد الثانوية العامة. أغلب العوائل يعني تحصل على التعليم مجانا إلى الثانوية، بعد الثانوي تبقى عندنا مشكلة، يعني الجامعات في المملكة العربية السعودية أو بعض الدول الخليج الأخرى يعني ما تخلي الأجنبي يتابع دراسته جامعية، هي تبدأ الجامعات الحكومية مقتصرة على أبناء البلد نفسه المضيف. طبعا هذا ما هو مخصص به الجالية الموريتانية، هذا مخصص معناها يعني مش مدير على الجالية الموريتانية، مدير على الجاليات كاملة. صح. في بعض الجاليات اللي تبنت التعليم عن بعد، عندها جامعات مفتوحة ودرس أبنائها برسومات بسيطة في هذه الجامعات المفتوحة. طبعا يبقى هنا الشاب عنده مشكلتين، هو صار عمره كبير 18 سنة ولا 17 سنة ما هو قادر يرجع لبلده، ولا هو قادر يواصل تعليم لظروف مادية معينة. فنحن طالبنا البلد أنه يفتح لنا إما دراسة عن بعد، بعض الأساتذة يمتحن الطلاب ويعودوا هون داخلين في جامعة مناقشوط أو جامعة العيون أو أحد الجامعات الموريتانية، أو يطلب أنه من البلاد المجاورة إعطاء منح وتبدل أفضلية لأبناء المغتربين الموجودين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. زين. ضيف الكريم بما أصفكم توما كرجل أعمال، ما لك ما استثمر في أخوي في ذي البلدين عد رجل أعمال. هذا السؤال أطرف في بالي، ما لك ما استثمر في البلد، البلد البلد يعني استثمرت فيه قبل 15 سنة و 13 سنة أموال كبيرة، ولكن ما يعني ما توفقت في نجاح قبل 15 سنة في استثمار هذه الأموال بشكل
بشكل جيد. شنو كان الاستثمار اللي يعني خدمات معينه كان هدفنا الاساسي هو تشغيل كثير من الشباب الموريتاني او الادراك الموريتاني. استثمرت في مواد البناء بيع واستثمرت ايضا في محطات البنزين واستثمرت ايضا في المحابس. هذه المجالات اللي تاخذ بعض اليد العامله كثير. وعندي الحمد لله استثمار داخل البلد ما عندي، لكن ما توسعت فيه كثير. وركت يتغير الحمد لله البلد الى افضل. هو اسمه البنيه التحتيه في البلد صارت افضل تتحسن. نعم. الحمد لله. شنو هي عندك وضعيتك البلد؟ انا اتوقع الحمد لله عن وضعي في البلد وضعي طيب الفتره هذه. يعني على مستوى مثلا البنيه التحتيه الحمد لله الطرق موجوده في كل مكان. فم تغيير خلق وراكم والله. نعم نعم نعم. انا كل سنه اجي لموريتانيا. كل سنه اجي لموريتانيا. كل سنه اجي لموريتانيا نحاول. انا احس الحمد لله فيه بنيه تعليميه صحيحه في جامعات متكامله. ما كانت موجوده في السابق قبل 7 سنوات او 5 سنوات 6 سنوات ما كنت في جامعات. ايضا في مستشفيات على مستوى مستشفيات. فيه طرق معبده. ايضا الطاقه بدات فيها تقويه شويه لاني زرت بعض المصانع الطاقه بتاعهم واسمه. في المنطقة الحرة هذه في نوادي بن مريض أنا واعدة. يعني في توجه صحيح للبلد إن شاء الله. الحمد لله. ضرك ضيف الكريم لهنا رجعوا الجالية في السعودية. شنو هي سمعة الجالية إذا السعودية؟ لا هي الجالية في السعودية سمعتها طيبة لأن هي جالية أصلا أول ما جات كانت جالية مخبر. جالية علماء ودعاة الفضيلة نشر الدين الإسلامي. هذا هو بداية الجالية. طبعا الحداثه في اي مجتمعات تدخل ناس اخرى غير الناس الاولى اللي كانت تبني هذه الابجاد وتبني هذه الاشياء. وكبلد كبير مثل موريتانيا لانه طبعا اكيد تلقاي فيه الناس اللي على مستوى تمثل والناس ايضا اللي اقل من ذلك. دخلت لنا عناصر اخرى ويعني لكن بفضل الله ثم اعمال القنصلية هناك وايضا الحالة المدنية اللي تمت ايجازها صار انسان مثلا عدل شيء ما مخل للاخلاق ومال الشرف. وش شهور موريتاني ما عادش يقدر يرجع مرة ثانية لانه ما تلاقي فيه تزوير الحالة المدنية. يعني جوازه ما تلاقي قد يقدره لا تلاقي قد يقدر حالته المدنية. فبدأت تتلاشى شوي. فتلات المظاهر الحمد لله انا اعتبر انها عادت ما تلات موجودة وقال انها ما تلات موجودة. الحمد لله. هي نقضى معنا مكالمة العزم ورشعوا للموضوع. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. معي. ألو السلام عليكم. السلام. ألو السلام. معكم الطارد عبيد الرحمن من الزويرات. مرحبا بك أستاذ. مرحبا. تفضل. الطارد عبيد الرحمن من الزويرات. مرحبا بك مختار. تفضل. مرحبا بك. هاي برنامج ما شاء الله مميز. شكرا. برنامج ممتع. انا شاكركم وشاكر الضيف. شكرا الله يحييك. وشاكركم المواضيع اللي تناقشوا وتحاول هاي المواضيع اللي تعالج الامور الحساسه في المجتمع الموريتاني. شكرا. وطرحت علي اسئله عده مرات وانتم تجاوبوني لا جاوبتوني. تفضل. عده مرات طرحت مره الضيف طرحت عليكم سماتي. تفضل. ولا جاوبتوني. تفضل. واختاركم لا تجاوبوني انا مره مرتين كل ما طرحهم عليكم. تفضل تفضل عيدهم لنا نشوف. عندي سؤال ثاني بدنا نختار مجهودكم. تفضل. نختار نعرف كاكم اخوات ولا ماكم اخوات قابل في رقبال والله العظيم اللي عرفت عنك ليه تقول لي السؤال. سهرة جاوبي مشاهد والله اللي عرفت عنك ليه تقول لي ذا السؤال. نحن اخوات بعد الله الحمد. شكرا لك مشاهد. شكرا للمشاهده لهذه المداخله. انا عرفته نقبض مداخله ثانيه نقبض مكالمه عرفتي عن الله هو اللي نرجو ان شاء الله ملي عن مشاهدين كرام يعود يعرفوا الاجابه يا مستصدروا لنا شخصين يسوي نفس السؤال وراني قلت لهم الاجابه اليوم نحبهم يطبوا علينا وتوقفوا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله زميلاتي. الله يحييك احمد سالم والاحمد. مرحبا بك وسهلا. هاك احمد سالم والاحمد. مرحبتي وسهلتي. مرحبا وسهلا. مرحبا بكم وسهلا. على كل حال شكرا
شكرا لكم على البرنامج الرائع. شكرا الله يحييك. وطبعا ترحيب ضيفكم وضيفنا الكريم. وشرفنا على اننا نشكر رجل الاعمال الحمد لله من هذا البلد الموريتاني استثمروا في الخارج والحمد لله عنده نجاحات في المجال الاقتصادي وفي بعض المجالات، وهذا مهم لنا ومهم الاقتداء به من طرف رجال الاعمال والشباب، ودليل على ان الشخص من يعود عنده اراده الحمد لله وصدق بينه والله تبارك وتعالى عنه في الغالب لا ينجح ان شاء الله. ومشرفين بهكذا اشخاص. كثير عندي سؤال والله اثنين نطرح عليه بعد اذنكم. تفضل بهم كل السرور احمد سالم تفضل. نعم، السؤال الاول هو معروف عن هذا البلد عنه فيه قدر من الاشخاص اللي محتاجين، وفيه قدر مثلا كبقيه قاع البلدان كامله من قدر من الاشخاص والاعاقه والاشخاص عندهم فقر شديد. نرى استاذنا كان يفكر بانشاء جمعيه خيريه تعود تعاون هذا الفقراء هذا البلد محتاجين، وتخفف من الماتهم وتخفف من ياسر من المشاكل اللي عندهم اللي احيانا صحيه واحيانا هي تعود مزمنه، حتى امراض مزمنه وياسر من شيء يحتاجه الفقراء في هذا البلد. هو الحمد لله طال الله سعه في المات كان يفكر في انشاء جمعية خيرية تعود تخدم مجتمعه هذا. والله إذا عاد ذاك مثلا ما عنده وقت، والله ما عنده مثلا إمكانيات من ناحية الوقت، كان يفكر في التعاون مع الجمعيات الموجودة هون اللي ياسر منها يقلوا إلا الإمكانيات، وعنده الطاقم البشري وعنده الإرادة يا خير ما عنده الإمكانيات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سمعته في واحدة من المقابلات ذكر عنه من ضيف سياسي معين، وهذا طبيعي جدا وحقه كأي مواطن، وغير أنا ملاحظ يعني اهتمامه في إعلام بمالي دارك أسبوع الله يكريم من ذاك لا يعود أسبوع والله اثنين عنده إطلالة إعلامية كانت على واحدة من القنوات، ودارك هو اللي عنده إطلالة إعلامية أكيد عن نوعه، هو اللي عنده مشاكل كبيرة وعنده قدر من الوحلة. هذا عنده منه هدف كانوا قدوا نشوفه عنه لا يعود يدخل السياسة مفهومة الواسع، معناها عنده ترشحات، عنده مثلا إنشاء حزب معين، والله الشيء ذكي هو، والله الأمور معدلها عفوية من أجل إطلاع الرأي العام على مشاكل رجالية وذيك الأمور الليكي. القضية الأخرى، السؤال الأخير عني نختار، يذكر أن تعاطي الدول العربية اللي هو فيها مع المواطن الموريتاني بشكل عام، وما نسوى العام عنه هو كرجل أعمال، في عادة الرجال الأعمال يعود مرحب بهم قاع في بلد قاسوه الناس فات حالهم الأبواب، وحتى أنا قاعد تعرض عليهم مرجنسية وياسر مشي، غير مسولوا عن تعاملهم مع الأشخاص العاديين الشباب اللي يدوروا الشغلة الشارع البسيطين وشذا كيفو تعامل معهم وتعاطيهم هم كرجال اعمال مع ذوك المواطنين اللي ضعاف معاهم في الماديه، كانوا يعاونوهم كانوا يحلوا مشاكلهم بين اللي نعرفوا عن السفاره والقنصليه يقدروا يعودوا معهم كافيين مثلا تدخلاتهم. وعموما اتشرف بهذا النوع من رجال الاعمال ونختاروا من خلال لقاءات اللي عدل مع رجال الاعمال الموريتانيين في الخارج يتم دائما يحثهم على عمل الخير، اللي موريتاني فاصله في ياسر من عمل الخير وابنائها، لكن اللي عندهم الامكانيات تختار لا تحضر به خصوصا فقراءها ومحتاجينها. شكرا لكم بنات السمان. شكرا لك الزميل والصديق احمد سالم والاحمد على هذه المداخله القيمه. ونرجع للاسئله، انا دونتهم عندي، سمعت الاسئله اللي نعم كمان والله نعلهم. قال لك السؤال الاول، كانك تفكر بانشاء جمعيه خيريه. أولا نشكر على هذا، خاصة المعاقين والناس الضعيفة إلى آخر ذلك. أولا نشكر على هذا الشعور الطيب حول المقتربين وخاصة اللي قد يعدل شيء في غرفته والتثمين له، وهذا قطعا تشجيع ومكافأة جميلة من الرأي العام أن تعود فيه ناس مثل هذا الشخص الكريم عن مقدر جهودنا في الخارج وعلى الإنسان عن قد يعدل شيء.
وأن يتشرب بهذا قطعا جميل عندنا نثمنه أيضا خلاله أيضا نثمن دور الجالية في موريتانيا في الخارج من مهندسين ودكاترة ورجال أعمال ونقولهم عنهم على الطريق في الطريق الصحيح إن شاء الله وعن بلدهم يرحب بهم. بالنسبة للسؤال الأول موضوع حول الجمعية طبعا هو كل موريتانيا كل عنده حكم تبارك الله ما شاء الله مش جمعية جمعيات العائلة الأقارب المنطقة كل شيء مساعدته لها والله 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 تقديم المعونة لها ما يقدر يقولها للناس ولا يقدر يقولها وسائل الإعلام لأنها يجب أن تكون بالله خالصة وما يالله قسم. لكن أيضا الشير أنا عندنا الحمد لله تعاون أنا عضو في جمعية بسمة وأمل نتعاون معها أيضا وأخذ لها مقر في هنا تجاهها المقر اللي هي تشتغل به. هذا ليس ذكرك منا والله كحاجز هذا زين للتوضيح نعم للتوضيح الجمعية اقتنعت بها اقتنعت بجهود الشباب الموجودين فيها وحية من هذا المنبر عندكم هي جمعية بسمة وأمل والحين عندي لقاء معها لذاعة غير مرئية لذاعة موريتانيا عندها يوم مفتوح أيضا من الساعة 10 للساعة 10 بسبقتكم أنتم فقط الله يسلمك. وكان عندنا يوم قبل هذا مدي أيضا يوم حول الأيتام وأيضا حضرته وعندنا السنة الماضية كان يوم صحي والسنة هذا مدي أيضا ضروري ممكن يعود عندنا جمعية بسمة وأمل ما هي متحرم من الجمعيات الأخرى بينما هو نوع من التعاون لكن هذه بالذات من الجمعيات اللي أنا أزكيها ويعني الشباب اللي فيها القيمين فيها لدي معهم خبرة كبيرة ولدي معهم عدة سنوات الحمد لله. والسؤال الثاني قال لك شنو تعاطي الدول العربية مع المواطن الموريتاني في الخليج؟ العموم شوف هو الإنسان مثل ما عندنا نحن مثل موريتانيا جميل الإنسان هو القطاع صوت راسه المغترب يلا يعود يعرف يعني قوانين هذا البلد اللي هيجيس شنو هي قوانين وشنو أنظمته يجب أن يحترم هذه الأنظمة والقوانين ففي الغالب أنه يحترم هذه الأنظمة والقوانين ما عنده مشكلة سواء كان مستثمر سواء كان مثل ما قال هو فعلا المستثمرين يختلفوا عن الناس الأخرى مثل ما قال المستثمرين يرحب بهم العالم كله حتى بإعطاء الجنسيات حتى بإعطاء التأشيرات المتعددة إعطاء كذا لأنهم لهم دور اقتصادي في أي بلد من التشغيل ومن الخبرة لكن الناس الأخرى مثلا أيضا أدمغة أيضا العالم يتطلب مثل المهندسين مثل الدكاترة مثل الأشياء عمالتنا نحن العادية اللي هي عمالتنا بعض الأحيان يخصها يعود عندها معرفة بأنظمة البلد اللي هي قادمة خاصة الأعمال المنزلية أو أعمال الناس العادية يأتي واحد مثلا براتب عالي شاك عنه جاي راتب كبير وما هو فاهم يعني عن هذا راتب عادي وعن البلد غالي وضشي أيضا إجراءات إقامته وإجراءات سفارة تسجيله في القنصلية والسفارة لكن العموم موريتانيا محترمين في الدول العربية الحمد العربية. الحمد لله. وكنا نرجع للسؤال اللي قعد وقع الأخير في هذه الحلقة هي شنو هي نسبة مشاركة الرجالية في الاستحقاقات مثلا الانتخابات اللي موجودين عندهم هون والله مشاركة جميل ذكر الأخ اللي أيضا عني عندي انتماء طيف سياسي قطيت ذكرته في واحدة من الحلقات هذا عادي أنا بالنسبة لي عندي مبدأ الصراحة بالأشوي والصدق فيه فأحد القنوات قالت لي شنو اتجاهي السياسي قلت له عني تابع عني مثلا من الناس اللي يدعم برنامج رئيس محمد بن عبد العزيز وظهوري مالي أيضا في وسائل الإعلام ما هو من أجل الاتجاه السياسي فقط قطعا لا شك أنه فيه نوع من توصيل رسالة لهذه الرجالية اللي عندنا أنها عندها بعض معوقات في قضايا الحال المدينية وقضايا الكلام فإذا جيت هناك يعني دائما يجي شهر في السنة يعني ما الكثير من اللي يمشي مرة واحدة في السنة وبالتالي إذا سمحت لي الظروف يعني قد نقول بعض المشاكل أكيد شيء من حقك من توعد من جملة يعني من مجموعة رموز في هذه المنطقة وقد وصلت رسالتهم اللي بالأمانة فقط أيضا من خلال وجودي في هذه البرامج دعوة مالي أيضا لأصحاب الأموال عندنا كثير بالخارج والله أنه عن موريتانيا عنه بلد جميل وعنه قادر يستاهل استثمار فيه وقادر يجي وقادر يقضى فيه حتى راحته صح يعني هذه الراحة ما ينسى وطن يعني الراحة هذه مالي أيضا
برنامج اقتصادي اخر انك تجي البلد وتدخل فيه بعض الاموال في راحتك وشي كيفتو يستفيد منهم ايضا بعض الناس. زين نرجع للسؤال، السؤال شنو هي نسبه المشاركه الرجاليه في الاستحقاقات؟ نحن هكا في عندنا الاستحقاقات سواء كانت البرلمانيه او الرئاسيه صار عندنا يسمح لنا النظام القانون عندكم صندوق الهد لا يسمح لنا النظام اصلا بالمشاركه ما كان يسمح لنا بها، لكن في التعديلات الاخيره الدستور صار يسمح بالمشاركه التجاريه الموريتانية الوسطى. طبعا استفدنا من هذا الاستحقاق، صار عندنا راي نقوم نحن نصفر رموز جاريه ولا نوع تنظيم هذا الراي كل الحق حسب استحقاقه، لان الانسان هناك مريض ما عليه ضغوطات كثيره زي اللي عندكم هنا تيا. احنا وقت يا كل واحد وشوف السياسه يقدر يدافع عنها، انا اعتقد يقدر يدافع عنها. ايضا عندنا جذور هنا تيا نقدر نوجه بعض الناس مريضا هنا تيا طيف سياسي معين نقوه. فنظموا هذه الجاريه ونعود نشوف شلون شد والله في المناطق اللي يجب عنها انها تصوت فيها وتصوت فيها. طبعا تبدا الناس تشتغل بين الجاليات، يعني كل واحد مثلا يضرب دلو، كل واحد يقول لهم والله انا شايف ولا عبد العزيز عدل كذا كذا، شايف جهل عدل كذا كذا، عبر عن وجهه نظر بحريه كامله. فهمت؟ سواء كان من الاحزاب الاخرى اللي انا ماني ذاكرهم الحين، سواء كان من الحزب الحاكم اللي احنا داعمينه، ايضا يبدا كل واحد منا يقول وجهه نظره، دافع عن وجهه نظره. زين ضيفي الكريم وقت ما تلم يا سيد قلنا كلمه اخيره تبغى توجهها للجاليه الموريتانيه في السعوديه وخاصه في موريتانيا. العموم انا اشكركم انتم اول، اللي هو اولا اشكر الله عز وجل انه من علي يعني زرت البلد وانا سالم الحمد لله. واشكركم ايضا من خلال هذه القناه قناه المباركه والوطنيه، عندنا شاشه طيبه ودائما نتفرفع عليها. شاشه الوطنيه دائما يعني من الشاشات المحببه لدينا في الخارج، لان الشاشه جميله يعني ما هو مضحك، انا ما هذا ما كتب قنوات اخرى. شكرا. بالنسبه للهيئه الجاليه قدم لي تحيتي، واليوم كان بيني مع اتصال معاك يعني هي تخلي البرنامج يعني هي نقولها بعض جابوا لي بعض المقترحات في اللي تكلمت عنهم هون الحين. وانا وصلنا رسالتهم ونتمنى ان شاء الله الجهات الرسميه ان شاء الله انا تسمعكم من خلال الوطنيه، وانا ايضا تبدا تعطينا شويه لمسات شويه لتحقيق هذا ان شاء الله مطالب. ان شاء الله. شكرا لك ضيفي الكريم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، شاكره ضيفي الكريم على قبول الدعوه، ونقبض فاصل ونعود لكم ان شاء الله يا رب.